ونتكلم دلوقتي على الخوف من تأثير التغيرات المناخية وموجات الجفاف اللي بتأثر على المساحات المزروعة، ودي كانت محور تقارير عديدة نشرتها وسائل الإعلام العالمية في الأيام اللي فاتت علشان توضح إزاي العلماء بيقدر يتنبؤوا بالمجاعات قبل حدوثها، وإزاي كمان يقدروا يساعدوا على معالجة المشكلة والاستعداد ليها بشكل مبكر ومنع في أوقات سابقة حدوث مجاعات وأزمات للغذاء في بعض المناطق زي ما حصل في كولومبيا عام 2018 لما منظمة الفاو رصدت التزايد الكبير في الاستهلاك مع زيادة الهجرة الجماعية من فنزويلا، وده اللي ساعد على تجنب أزمة كبيرة خصوصا مع تزامن الهجرة إلى كولومبيا مع جفاف وانخفاض في كميات الأمطار والمحاصيل الزراعية. أيضا من ضمن هذه المجهودات هو الاستعداد وتقديم المساعدة المسبقة والتدخل لمعالجة الأزمة قبل وقوعها، لأن ده بيكون دايما أفضل من وجهة نظر العلماء، وده اللي منع تكرار مجاعة كبيرة زي اللي حصلت في إثيوبيا في منتصف الثمانينيات وأدت إلى وفاة نحو 1 مليون شخص نتيجة لهذه المجاعة. ساعدت أيضا على تجنب مجاعة مماثلة مع موجة الجفاف اللي ضربت القرن الإفريقي في عام 2016، ده اللي خلى مدير مركز المخاطر المناخية في جامعة كاليفورنيا كريس فونك بيؤكد على أن توقع موجات الجفاف على الرغم من أنها مسألة مش سهلة لكنها مهمة جدا، وبيتم العمل عليها من خلال متابعة متغيرات كثيرة للغاية، وده من خلال تحليل البيانات بشكل مستمر.